بكتب فيلم بطله بيعاني فيه من بدايته، من أول مشهد وهو في مشاكل، بيتعرض في حياته لمواقف كوميدية وأكشن، حياته كلها تقريبا مليانة تشويق، الرعب غالب عليها بس دايما فيها أمل. تركيبة غريبة، مش عارف أنهي الفيلم نهاية سعيدة، لأني في النهاية أنا كمؤلف برسم الشخصيات وهم بيختاروا أدوارهم، بس أنا نفسي في النهاية سعيدة.